أهلا بكم مجددا. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 104 مليار دولار و300 مليون عام 2016-2017 نتيجة لزيادة التحويلات الواردة لشراء أذونات الخزانة المصرية من غير المقيمين لتصل إلى 7 مليار دولار ونصف مليون عقب قرار تحرير سعر الصرف. أكد الجهاز ارتفاع التحويلات الواردة لشراء الأوراق المالية بمعرفة غير المقيمين، وتركزت متحصلات النقد الأجنبي في المنطقة العربية بإجمالي 41.5% من إجمالي المتحصلات، بينما تضاعفت قيمة التعاملات النقدية مع دول الكوميسا لتصل إلى 2 مليار دولار و200 مليون بنسبة ارتفاع تقدر ب 90.2%. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن للتوضيح عبر هذا الاتصال الهاتفي دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف أرحب بك وأبدأ معك بالمتحصلات الخاصة بالنقد الأجنبي التي وصلت كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 104 مليار دولار و300 مليون عام 2016-2017 نتيجة لزيادة التحويلات الواردة لشراء أذونات الخزانة المصرية من غير المقيمين. ماذا عن نتيجة هذا؟ كيف ينعكس على الاقتصاد المصري؟ ما هو المقصود بهذه الأرقام إذا ما تم ترجمتها دكتور؟ طبعا حضرتك النقد الأجنبي أو متحصلات الدولة أي اقتصاد وطني من النقد الأجنبي هو اللي بيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي في هذه الدولة وهو مؤشر على ذلك في نفس الوقت. طبعا مصادر النقد الأجنبي بالنسبة لمصر بتتمثل في التحويلات، بتتمثل في إيرادات السياحة، بتتمثل في إيرادات التصدير، بتتمثل في شراء أذون الخزانة سواء مقيمين أو غير مقيمين اللي بالنقد الأجنبي. معنى هذه الزيادة بتدي كل ده محصلة واحدة، أن هناك ثقة كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد المصري، وبالتالي هذه الثقة لم تتولد لمجرد تنظير ولكنه مبني على أسس. الأساس الأول هو زيادة النشاط الاقتصادي في مصر والخطة التنمية الاقتصادية الطموحة اللي بدأت منذ أن تولى السيد الرئيس باستكمال تنفيذ بنية أساسية هي الأقوى في الشرق الأوسط وأفريقيا الآن. النقطة الثانية هي القوانين المصرية المشجعة للاستثمار، مثل قانون الاستثمار ومثل قانون العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. النقطة الثالثة هي الاتفاقيات الدولية اللي مصر شريكة فيها زي اتفاقية الكوميسا وزي اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وزي اتفاقية المنطقة العربية الحرة اللي مقتضاها أي منتج يحمل شهادة منشأ مصري بيصدر لكل هذه الدول اللي بتقدر بأكثر من مليار نسمة بدون أي رسوم جمركية. لو أضفنا إلى كده أن أهم نشاط اقتصادي في العالم الآن هو نشاط اللوجستيات أو التيسيرات والتسهيلات والإمكانيات للتجارة البينية بين الدول والتجارة الدولية بشكل عام، وأن مصر بموقعها المتوسط للعالم كله وأيضا بما وهو موجود من بنية أساسية وأهمها على الإطلاق قناة السويس وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية التي تم إنشائها في هذا المحور الأهم على مستوى العالم، ثم تواصلها مع دول القارة الإفريقية في وسط وشرق إفريقيا من خلال ثلاث طرق، اثنين بريين اللي هو الطريق الساحلي نحو البحر الأحمر وطريق أرقين الحدودي بين مصر والسودان، ثم الطريق اللي هو البحري عن طريق البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتواصلها مع دول شمال إفريقيا مع من خلال الطريق الدولي الساحلي. كل ده بيقول أن مصر الآن أصبحت مش مؤهلة ولكنها أصبحت بدأت تجني ثمار كل هذه الخطوات الجادة، وبالتالي الطبيعي أن يكون هناك زيادة ونتوقع زيادة أكثر في النقد الأجنبي. طيب دكتور، ماذا يعني أن
قيمة التعاملات النقدية مع دول الكوميسا تحديدا تضاعفت ووصلت إلى مليارين و200 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرت ب 90%. التعاملات مع دولة أو منطقة هي الصادرات والواردات مع هذه، فالصادرات والواردات نعم. مع دول الكوميسا كانت وصلت لحدود المليار دولار، وفي الفترة الأخيرة زي ما سيادتك أشرتي وصلت ل 2.2 مليار، وبالتالي الزيادة في حوالي 100%. ده معناها أن أيضا النشاط الاقتصادي التجاري بين مصر وهذه المنطقة الأهم زاد، ولكنه لم يرقى لمستوى طموحاتنا، لأن حجم التجارة الخارجية لدول كوميسا تتخطى 500 مليار دولار، وبالتالي إحنا لو استهدفنا ونحن قادرون على ذلك أن نصل إلى 10% من هذا الحجم في فترة الخمس سنوات القادمة، يعني نصل إلى 50 مليار دولار، أعتقد أن هذا ممكن ونستطيع تنفيذه مع بس مع وجود بعض الخطوات للوصول إلى هذا الهدف. شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، شكرا لك. هكذا نختتم معكم هذه المتابعة لأهم أحداث مصر والعالم من استوديو الآن، ألقاكم بعد قليل في جولة إخبارية جديدة على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا برفقتنا.